بسم الله الرحمن الرحيم. منذ عدة أسابيع والبرنامج يتبنى حملة لمكافحة المخدرات، خاصة الجديدة منها والتي انتشرت كالنار في الهشيم رغم المقاومة الأمنية الشديدة، لكن القضية الحقيقة تحتاج إلى وعي الشعب وإلى تكاتف الجهود. اليوم سيكون معنا السيد اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، لنتحدث معه في هذه القضية الخطيرة التي تهدد مستقبل شبابنا في مصر. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له، بداية من محور السيدة جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد، وهي الطرق الجديدة اللي بتخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة. طبعا الحتة دي ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى، وحققت سلاسة وسرعة في التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات. منذ قليل أنهى الرئيس محمود عباس أبو مازن كلمته أمام الأمم المتحدة. الحقيقة أن الكلمة كانت قوية وتعبر بالفعل عن هموم وآلام الشعب الفلسطيني، وتقترح حلا في مدى عام من الآن وضع به أبو مازن المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية، إما بالقبول بالخيار السلمي أو في حالة استمرار هذه السياسة التي تكرس العنصرية. بالتأكيد كل المعطيات على الأرض ستفرض الحقوق السياسية على الجميع. أبو مازن أكد أن القيادة الفلسطينية سعت كثيرا إلى إنهاء الحل والذي يقضي بإنشاء الدولتين، ولكنها لم تجد صوتا يسمع من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية أو الحكومة الإسرائيلية السابقة. أبو مازن تحدث بمنطق الكيل قد طفح، والشعب لن يستطيع تحمل ما يجرى ولن يستطيع الاستمرار في تحمل الألم وهو دائما في انتظار الأمل. طرح أبو مازن خيارات متعددة، تحدث عن فشل الأمم المتحدة في أن تتخذ موقفا تلزم به إسرائيل، وجه اللوم إلى بعض الدول التي ترى وتشارك إسرائيل فيما يسمى بمنظومة القيم، وما هي بقيم إلا أنها عنصرية وتحض على القتل وتحض على العنف. أكد تمسكه بمبادرة السلام العربية 2002 وبخارطة الطريق 2003 ووضع الجميع أمام مسؤوليته. الحقيقة أن كلام الرئيس محمود عباس هي رسالة لكل من يعنيه الأمر، وهو موقف ليس بجديد. القيادة الفلسطينية يحسب لها تاريخيا أنها وقفت بكل قوة ضد صفقة القرن وساعدت بالفعل على إفشال هذه الصفقة، وتحدى أبو مازن رغم يعني أن الدولة لا تمتلك إمكانات ولا قوة حقيقية على أرض الواقع، لكنه استطاع بالفعل أن يفرض الأجندة الفلسطينية على العالم كله، وأن يعطي ترامب ومن قبله أيضا أوباما درسا لا يمكن أن ينسى في التأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني ورفض التعامل مع الإدارة الأمريكية التي سعت إلى تقويض كل مكتسبات الشعب الفلسطيني والضرب في الصميم في حقوقه الوطنية المشروعة غير قابلة للتصرف. أبو مازن بكلمته اليوم يفتح صفحة جديدة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، ويدعو الجميع إلى الالتفاف حول هذه الثوابت، ويبعث برسالة إلى كل من يعنيه الأمر أن الشعب الفلسطيني لن يسكت ولن يصمت، وأن القيادة الوطنية الفلسطينية تتبنى هذه الخيارات. الرسائل كثيرة متعددة، بعضها في الداخل خاصة بالانتخابات وبعضها بقضية الأسرى، لكن الكلمة الأساسية التي بعث بها أبو مازن إلى الكل هي أن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه، عنيد في الدفاع عن حقه، وأن القيادة إنما تعبر عن مصلحة وحقوق هذا الشعب الفلسطيني، وأن خيارها السلمي ما زال مطروحا، وعلى الجميع أن يلحق بالركب حتى لا يلجأ الشعب الفلسطيني إلى أي وسيلة أخرى.
قطار المصالحات يمضي، تعليمات السيد وزير الداخلية لكل الجهات المعنية البدء بالمصالحات. في قنا الحقيقة ما تنسيق كامل ما بين المحافظ أشرف الداوودي وبين اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا لإحداث أكبر قدر من المصالحات وإنهاء الخصومات التي تواجدت في محافظة قنا لفترات طويلة من الزمن. الأسبوع الماضي قرية السواحلية وهي إحدى قرى يعني منطقة أبنود والتابعة لمركز قنا حدث فيها مصالحة بين أولاد العم عائلة آل عوض وتم تقديم الجودة، وكان حاضر الحقيقة حكم دار بندر قنا، حكم دار مديرية أمن قنا وعدد من النواب والقيادات التي كانت موجودة سواء كانت قيادات دينية أو قيادات تنفيذية، وتم الصلح بأمان وتم تقديم الجودة وانتهى هذا الصلح. تعالوا نشوف تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. هذا الصلح تم إن شاء الله وسيتم اليوم في وجود السادة الشعبيين والتنفيذيين والقيادات الأمنية، وكان للجنة الصلح دور كبير في إرساء وإنهاء الخصومات السعرية في محافظة قنا. احنا عاوزين نقول ان احنا بنشتغل في معظم الدائرة في المصالحات اللي يعني اللي هي بتتوافق مع سياسة السيد رئيس الجمهورية، لان مفيش تنمية من غير مصالحات ومفيش تنمية بدون ما تكون الناس كلها صف واحد خلف الإدارة، إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الآن أبناء العمومة أبناء الأحبة سيدخلون سويا للأعناق متقابلين متوادين بكل حضر ولكل تقدير. الله أكبر. الآن العفو المحمدي سيدخل بالمحبة. سيدخل على اخيه الحج عطيه. جئت لك يا حج عبد اللطيف. جئت لك يا حج عبد اللطيف. وابن عمي. اطلب منك العفو. والرضا. والسماء. بكل قلب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. قل يا حج عطيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد. وأصلي وأسلم. قبلت منك العفو. قبلت منكم والصفح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الآن يتعالى الحج عطيته والأخ محمود. الحقيقة أن هذا الصلح بذلت فيه لجنة المصالحة والنواب وحزب مستقبل وطن بقيادة زميلنا المهندس أشرف رشاد ومعه كل قيادات الحزب وأيضا القيادات الدينية الشيخ عبد المعطى أبو زيد وغيره، وطبعا كان موجود الأستاذ السيد النائب عبد الفتاح أبو دنقل، وأيضا كان العمدة عبد الناصر دنقل وكل النواب اللي جم الحقيقة من البحر الأحمر أو من قنا، وكانت الحقيقة يعني مبادرة جيدة وجهود بذلت كثيرة وتحدث الجميع، وأتمنوا بالفعل أن تعم المصالحات كل مناطق قنا، وإن شاء الله بإذن الله مناطق أيضا أبو حزام وحمر دوم يعني بدأت جهود في هذا الأمر، وكان في جهود سابقة شفناها قبل كده وعرضناها قبل كده، وفي صلح إن شاء الله في منطقة النجاحية خلال الأيام المقبلة. كل ما نتمناه هو حقن الدماء، وأعتقد أن الجهود التي يبذلها الأمن الآن بالتوافق مع السيد اللي هو أشرف الداوودي محافظ قنا ستثمر وتحقق بالفعل إنجازا حقيقيا على أرض الواقع خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. فاجعة بمدينة 15 مايو منذ قليل، سيدة تسقط هي وأولادها من الدور السادس بأحد العمارات بمدينة 15 مايو بالمجاورة 35. السيدة وطفلتيها توفوا مباشرة بعد السقوط وقبل وصول عربات الأسعاف ورجال قسم شرطة مدينة 15 مايو. يقال حتى الآن الرواية التي تروى
أن الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات كانت تحمل شقيقتها الرضيعة فسقطت منها، فحاولت اللحاق بها فسقطت، فجاءت أمهما عندما رأت المشهد فألقت بنفسها أيضا من الدور السادس. رحم الله الجميع. والحقيقة يعني نتمنى دائما بالفعل، حجم الحوادث كتر الحقيقة نتيجة بعض مثل هذه التصرفات، وأعتقد أنه الجهات المعنية والجهات الأمنية اللي وصلت على الفور هتقول لنا ما هو السبب الحقيقي في هذا الأمر. بعد الفاصل هيكون لنا لقاء مع السيد اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية المدير السابق لمكافحة المخدرات، عشان نتكلم معاه حوالين أسباب انتشار المخدرات وطرق محاصرتها. كما نرى الآن جهود مهمة جدا الحقيقة بتبذل، ولكننا بالتأكيد في حاجة إلى جهود شعبية جنبا إلى جنب مع الجهود الأمنية. بعد الفاصل. حملتنا على المخدرات ما زالت مستمرة. اليوم سنناقش القضية من الجانب الأمني وجهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الحروب المسمومة. معنا واحد من أبرز رجال وزارة الداخلية الذين تولوا مسؤولية مكافحة المخدرات على مدى فترة طويلة من الزمن، هو السيد اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية والمدير السابق لمكافحة المخدرات، والذي داهم العديد من الأوكار وبؤر المهربين والموزعين لكافة أشكال المخدرات على مدى 36 عاما قضاها في هذه الإدارة. قبل أن نبدأ الحوار نتوجه بالشكر طبعا للدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم بقصر العيني، اللي كان ضيفنا في حلقة ماضية وأعلن عن مبادرة أنه هيعالج كل شهر 5 حالات من الإدمان من خلال البرنامج، والحقيقة بالفعل بدأنا بيها وبدأنا نرسل له بعض الحالات. أهلا أستاذ ست. أهلا وسهلا بك. الحقيقة يلاحظ هذه الأيام انتشار أنواع جديدة من المخدرات، صحيح، زي الشابو وزي غيره وغيره. صحيح وغيره. صحيح صحيح. وكمان خطرتها كبيرة جدا على صحة وحياة المواطنين. صحيح. ليه يا فندم انتشرت بالشكل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أعز حضرتك بس في وفاة السيد المشير طنطاوي الحقيقة، يعني ولا يعرف قدر الرجال دي حقيقة. وحضرتك عملت حلقة امبارح حقيقة من الحلقات الجامدة، كنا شدنا كلنا حقيقة في الحلقة دي يا مصطفى بيه، واحنا بنشكرك عليها. يستحق ما هو أكثر يا فندم. أكثر فعلا. لا حقيقة أنت يعني عملت حلقة كانت جامدة جدا، وحلقة كلنا كانت شدنا كلنا حقيقة قدام الحلقة دي، وكانت فيها مداخلات قوية، وأنت طول عمرك يا مصطفى بيه يعني من الناس اللي مهتمة بالشأن العام ومهموم بقضايا الوطن وبالشأن العام، بدليل سيادتك أنك فتحت موضوع غاية الأهمية اللي هو موضوع المخدرات. وسيادتك عضو مجلس طول عمرك مجلس نواب، عضو بارز ومهموم بالشأن العام ومشكلات البلد، وصحفي قدير الحقيقه، وانت شفتك الحقيقه وما جينا وناقشنا يوم ما جينا في الجلسه ورحنا مجلس الشعب الحقيقه ليك دور فيها بالامانه، معانا كان ليك دور متميز الحقيقه. لا لا حسيتك كنت معانا فيها الحقيقه، وكنت ليك دور بارز، ان انت من الناس اللي الحقيقه اصريت معانا وقدرنا الحمد لله ان احنا نعدي بالقانون. صحيح. اللي هو قانون السلوكس اللي انا جاي النهارده بشكر الحقيقه الدكتور نبيل عبد المقصود، بس هو يمكن ان في حواره ما كانش متابع الاحداث اللي هي هو مدرك مدرك. وانا جايب لحضرتك القانون رقم القوه بتاع اللي ادركناه، بس هو الناس لازم توضح بين حاجه بين السلوكس وبين الفودو، وهنتكلم في سياق الكلام دلوقتي. نعم. احنا بنتكلم. نعم. لان انت عارف يا مصطفى بيه مشكله المخدرات هي مشكله مش ليست مشكله امنيه فقط. نعم. مشكله المخدرات مشكله اجتماعيه، مشكله ثقافيه. صحيح. متداخله ومتشعبه فيها كل الجهات، بما فيها الاسره، الجامع، المسجد، كل الـ الناس متداخله في هذه المشكله. نعم. وليست وزاره الداخليه او اجهزة مكافحه المخدرات لوحدها هتقدر تقوم بحل هذه المشكله. صحيح. ان لم نكن كلنا جادين في حل هذه المشكله من الاسره ومن المجتمع ومن الناس تبقى واعيه، وده اللي انا هقوله دلوقتي، والناس تبقى فاهمه يعني ايه المشكله جايه منين. بالزبط. وده اللي كان بيرمي بظلاله على وزاره الداخليه، وزاره الداخليه من هذا الموضوع يمكن ما بنفيش مسؤوليتها، لكن هي من الموضوع ده حتى براءه، واحنا هنتكلم في الموضوع ده. نعم. واساسا سيادتك بالمناسبه بشكر طبعا وزاره الداخليه وعلى راسها السيد محمود توفيق الحقيقه الوزير المحترم،
بيتابع كل كبيره وصغيره، كل كبيره وصغيره، وانا يمكن كان ليا الشرف ان اشتغلت مع سيادته فيها حقيقه، يعني هو بيتابع كل صغيره وكبيره. وانا بذكر في هذا الوقت ليه سيادته ليه بقى؟ لان لما جه موضوع السوكس يمكن سيادتك تفتكر معايا حادثه بتاعت القطر. ايوه سواء القطر المحطه اللي هو في محطه مصر وراح القطر اتحركت مشكله، كانت القياده السياسيه يمكن اتكلمت في الموضوع ده للسوكس ووجهت توجيه بالكلام ده، وكان هو سيادته تدخل في الموضوع للسيد الوزير محمود توفيق ووجه لي انا يعني توجيه قوي انه لازم تشوف حل مشكله السوكس. ومن هنا احنا دخلنا في المشكله، وحتى يمكن سيادتك متابع الوزاره الحقيقه الفتره اللي فاتت كل اجهزه المعلومات هو في عهده هو وسيادته كمان، ان جميع اجهزه المعلومات بتعمل بنشاط سواء في الامن السياسي الحقيقه يمكن سيادتك احنا شهادتنا مجروحه وسيادتك عارف البلد بالامن اللي بتنعم بيه الناس، الامن الجنائي يمكن معظم القضايا اللي سيادتك بتشوفها دلوقتي زي الخطف وزي القتل في دقائق في دقائق في ما بتاخدش 72 ساعه القضايا بتيجي صحيح. وبرضه في الاخير طبعا اجهزه مكافحه المخدرات وفي القلب منها الاداره العامه لمكافحه المخدرات الحقيقه، لان هي الاداره المعنيه بمكافحه المشكله على مستوى الجمهوريه بالتنسيق مع كل مكاتب المخدرات الفدرات اللي هي المعنيه بالمشكله. والسنه دي الامانه كان اختيار موفق لجميع القيادات الشابه اللي موجوده، القيادات كلها عملت مع اشتغلنا مع بعض، والحقيقه بيقود الاداره شاب او حد من الساده القيادات، يعني ان شاء الله السنه دي هتبقى سنه وعيده معاه ومتبشرين خير ان شاء الله في الاداره السنه دي ان شاء الله. والله مصابي انا عايز ابدا بس حواري بان احنا في مشكله من ساعه 2011. مشكله المخدرات قبل 2011 كانت تقريبا محصوره. ايوه وطبعا كانت العمليه برضو معروفه، المخدرات التقليديه اللي سيادتك عارفها والمعرفات والناس كلها كانت عارفاها في الشارع، ويمكن جت فتره من الفترات الشارع اللي قال الكلام ده مش احنا. وقالوا ان ما فيش مخدرات في البلد، يمكن كان في فتره كده قبل 2011 كان قدرت في سيطره كامله على المشكله دي. من بعد ايه اللي حصل في المشكله بقى؟ اللي حصل لمصريين في 2011 حصل نوع من السيولة والانفلات الأمني في البلد، وترتب عليها كالآتي: جميع الدول المحيطة بنا في الإقليم اللي حصل فيها انفلات أمني وفيها تراخي في الأمن كله أصبح فيها غزارة في إنتاج جميع أنواع المخدرات. صحيح. بمعنى ايه اللي اقول الكلام ده وانا باكد على كلامي؟ هتكلم في دول وهتكلم في دول المحيطه بينا يعني. يعني النهارده بنشوف دوله زي كل الدول اللي حصل فيها انهيار امني في الاقليم كله اللي موجوده عندنا في الاقليم، كل الدول دي حدث فيها غزاره في انتاج جميع انواع المخدرات. صحيح. وانت في منطقه، وانت كمصر في منطقه الشرق الاوسط في القلب من هذه المنطقه. نعم. النهارده ساعتك لما تيجي تبص على لبنان جنوب ساحل البقاع كله بينتج مواد مخدره. وانا بقولها باللفظ هو اللي مسيطر عليه حزب الله. بتنتج جميع انواع المخدرات بغزاره. عندنا سوريا جميع انواع المخدرات موجوده، وخاصه المخدر الكبتاجون اللي بيجي بينزل البلد، واحنا مصر تعتبر بالنسبه له دوله مرور. عندنا اليمن. عمليه اليمن دي منتهى الغزاره في انتاج او تخزين الهيروين، يعني مصدر الهيروين معظمه اللي بتصدر لمصر بيجي من اليمن، اليمن عائمة على بركان هيروين. بعد الفوضى اللي عاشت. بعد الفوضى وما زالت. طبعا. وما زالت. لما تيجي دولة سيادتك زي أفغانستان وباكستان النهارده إنتاجها بيتعدى 90% من إنتاج الأفيون وبالتالي الهيروين، لأن سيادتك عارف والناس تبقى عارفة إن الهيروين ده من أخطر أنواع المخدرات. والهيروين المصاب بيه بينتج من الأفيون. فلما أجي دولة زي أفغانستان وباكستان وبالذات أفغانستان، والنهارده يعني يمكن سيطرة طالبان عليها ده بقت الدنيا يعني ربنا يسترها، بتنتج على مستوى العالم من انتاج الافيون على مستوى العالم في افغانستان منتاج الافيون افغانستان وبالتالي الهيروين. طيب ليبيا يمكن الفترة الأخيرة، لكن احنا بنتكلم من 2011 ل 2013 كانت الفترة أو 2014 المنطقة الغربية ما كانش في دولة. أيوه. كان حدودنا حوالي، احنا حدود مصر كلها حوالي 1000 كيلو تقريبا المنطقه الغربيه. طبعا هو ليبيا كانت مسرح تخزين لجميع انواع المخدرات. اللي انا عايز اقوله بصريح في هذا المنطلق ان مصر فضل من ربنا ليست دوله انتاج او منتجه للمواد المخدره، لكن مصر دوله استهلاك. فكل المحيط اللي بيك ده انت دوله فيها 100 مليون ودوله استهلاك لجميع انواع المخدرات. الشعب الناس اللي بتعرف ان مصر ما بتنتجش مخدرات، طب واحد يقول لك لا ده في مخدر بتصنع في حته، لا هنتكلم فيه، ده مش انتاج، ده عمليه زي خلط وتصنيع لهذا المخدر. فعايز اقول في النقطه دي انه مصر تحملت وما زالت بيتحمل انفلات او الانهيار الامني اللي موجود
في محيطها. ده انا بتكلم من الوجهه الخاصه بالمخدرات. صحيح. القصه السياسي والارهاب والهجره غير الشرعيه والكلام ده موضوع تاني. انا بتكلم من الوجهه الخاصه بالمخدرات اللي اشتغلت في المجال ده قرابه زي ما حضرتك قلت المده الطويله دي كلها في اعمال المخدرات. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا كاجهزه مكافحه المخدرات وفي القلب منها لدراع المخدرات عارفه قوي خطوط التهريب كويس قوي ومحددين المهربين اللي بره قوي وعارفين جميع انواع المخدرات بتيجي منين وداخله منين. بس عشان اطمن حضرتك، وانا كنت راجل مسؤول على الاداره في يوم من الايام، فكل الخيوط كانت مكشوفه بالنسبه لنا. لكن انت النهارده واقف كدوله بتدافع، انت المخدرات محاطه بيك من كل ناحيه. وبعدين بلد مستهلكه مش منتجه للمخدرات، فيها لا يقل عن 100 مليون، فبرضه عندك كميه او عندك ناس كتيره كميات من اللي هو استهلاك المواد المخدره. طب امال ايه اللي حصل اللي حضرتك كنت بتتكلم في موضوع المخدرات المستحدثه وموضوع الشاب والكلام ده كله؟ انا بس عايز اقول انبه على حاجه مهمه جدا كان الدكتور نبيل عبد المسعود اثرها وقال فيها، انه الاستروكس مش مدرج وبيروح النيابه وبيطلع بره. لا الكلام ده بس هو يمكن هو لسه مميز بين حاجتين مهمه جدا. في حاجه اسمها مصاب بالفودو وده اسمه الحشيش الصناعي. ايوه ده الفودو، بس الناس تبقى فاهمه هذا الموضوع. نفرق بين الفودو وبين الستروكس لانه في خلط في الموضوع ده شويه. الفودو مصاب بيه ده مدرج من 2014 على جدول المخدرات. وده اللي كان بيتكلم فيه لما رحت حضرتك انا وروح مجلس الشعب كنت ساعتك موجود وجلى التوجيه وعملنا القانون ده وخلصناه. بالنسبه للفودو ده كان مدرج من 2014 وده اللي كان اللي قال عليه دكتور نبيل 14 ماده. لا احنا النهارده في ثلاث مجموعات يعني داخل حوالي 300 400 ماده. دول مدرجين تقريبا على جدول المخدرات فما عندناش مشكله في دي. هو دكتور نبيل قال لك حوالي 600 مش مشكله، احنا دي ما عندناش مشكله في الفودو. طب انت لما بتظبط بقوه العمليات الضبط الحياه الفتره اللي فاتت والارقام بتشهد هذا، ده مجال مكافحه. الولاد الاشرار زي ما سياده الرئيس بيقول على طول دول هم تجار المواد المخدره والبيع المخدره بيعملوا ايه؟ هو ما لقاش الفودو. طب يعمل ايه؟ يروح جايب مواد عشبيه. وده اللي انا هخش سيادتك انا بحكي سيادتك بالقصه دي بالتدريج عشان اقول لسيادتك احنا وصلنا فين في مجلس الشعب. هو الفودو ده اللي هو زي ما بقول لسيادتك عليه الحشيش الصناعي. وخد بالك سيادتك الحشيش الصناعي ده تاثيره 1 لـ 300، بمعنى اللي بيتعاطى سيجاره حشيش مع يعني دي اكنه لو خد لو شرب سيجاره فودو اكنها 300 سيجاره حشيش. يعني مدمر. حتى احنا بنشوف الفيديوهات والشباب اللي بينزل بينام على الارض بيغمى عليه وبيحصل فيه التشنجات دي. طب ايه بقى الاستروكس؟ خد بالك كلمه استروكس دي كلمه دارجه ادرجوها الناس وبتاع وكلمه زي اي كلمه عباره وطلعها كلمه استروكس. لما بيلاقيش هو الفودو ده او الماده الفعاله بتاعه الفودو اللي بتجي لنا من بره من احدى الدول من بره الدول الكبرى اللي هي الماده الفعاله بتاعه الفودو يعمل ايه؟ بيروح جايب مواد عشبيه زي البردوش المرمريه دميانه الدخان بتاع السجاير ويخلطوا بمواد كيميائيه للاسف الشديد زي بودره الصراصير وبيض حشري. ساعات يخلط فيه الكيتامين اللي هو المخدر بتاع الحيوانات ويعمل خلطه بتدي تقريبا تاثير قريب لمين؟ للحشيش الصناعي اللي هو احنا قلنا عليه الفودو. هو ده بقى اللي بيسموه الايه؟ الستروكس. طيب يجوا الولاد او التجار يتظبطوا اولا دي مدمره جدا زي ما قلت سيادتك ببيت حشري للاسف بودر الصراصير ده كلام احنا اصل بقول سيادتك الكلام احنا ظبطناه كلام علمي كمان كلام علمي وكلام احنا ظبطناه واشتغلناه وعرضناه وقلنا الكلام ده من بدري يعني. طيب النهارده كانت الولاد دول بيتظبطوا في قضايا بالصابي كتير جدا ويتعرضوا على النيابه ويخرجوا ده حقيقه. ما هو انت بتظبط بودر الصراصير ومبيد حشري وسيادتك بتحط عليها شويه اللي هو الكيتامين ده جدول ثالث اللي هو لو موجود يعني مش عايز اقول الاسيتون على بتاع لان بقول الخلطه دي لان هي معروفه في الشارع غير خلاص احنا قلنا غير الحشيش الصناعي ده الاستروكس. فكانت الولاد دول بيتظبطوا بكميات يروح النيابه فعلا بيطلع سلبي لانه مش مدرج على الجداول. ما هو جدول المخدرات ده مصاب عباره عن ايه؟ احنا بندرج الجداول دي كلها عشان كده الموضوع حصل موضوع الاستروكس وحصل المشكله. فجالنا توجيه لازم تشوف حل المشكله دي برضه اللي هي الايه سيادتك اللي قلت عليها اللي هي الاستروكس بقى. لازم نشوف حل. جبنا بقى اللجنه المختصه بالادراج خد بال سيادتك دي اسمها اللجنه الثلاثيه واللجنه دي بتمثل مننا كوزاره الداخليه بتمثل فيها الاداره العامه للمخدرات وزاره الصحه الاداره المركزيه للشؤون الصيدله وزاره العدل اداره التشريع الطب الشرعي الصحه النفسيه او الطب النفسي. دول كلهم بنجتمع في الاداره اسمها زي اللجنه الثلاثيه دي اللجنه المعنيه بادراج اي مخدر جديد على جدول المخدرات.
دي اللجنة سيادتك اللي هي بتبقى تجتمع في الإدارة وقت ما تبقى في الظروف بتسمح إن احنا عايزين نعمل اجتماع عشان في مخدر ظهر في السوق جديد، يبقى اللجنة دي هي المعنية بإدراج المخدرات على جدول المخدرات. نعم. عملنا اجتماع اللجنة دي كنا احنا موجودين وفي الإدارة وجبنا جميع الناس المعنية بالمشكلة وقلنا لازم يتشاف حل لمشكلة البيروسول على المبيد الحشري على مش عارف ايه جميع انواع المواد الكيميائيه اللي بتتحط على الاعشاب الطبيعيه وبتدي تاثير للشباب للاسف زي تاثير الحشيش وبتعطوه والاشرار يبيعوا والتجار المخدرات يبيعوا في القصه دي ونهايتها كان تدمير الشباب. قلنا لازم نشوف حل في الموضوع ده، فرحنا مجلس الشعب زي ما حضرتك كنت موجود وطلعنا طبعا بعد ستك عارف مناقشات لجنه الشؤون القانونيه في الوزاره ومجلس الدوله والمجلس الوزراء والمجلس الدوله والكلام ستك عارف الاجراءات المسلك الطبيعي للقانون يعني. ورحنا مجلس الشعب حتى كان في مناقشات كتيره كانت في المشكله دي. صحيح. قال لك طب ازاي هندرجه ازاي ولازم يكون في مدرج، طب انا هدرج بودره الصراصير وهدرج مش عارف، طب كل واحد مسموح بيه في البيوت يعني. قلنا ماده اسمها الماده 134 لسنة 2019 دي الحقت ده قانون الحق بالمادة الأولى لقانون المخدرات اللي هو القانون 182/66. نعم. يبقى المادة 134 بقى دي اللي توافق عليها في مجلس الشعب. بتقول إيه المادة دي يا مصطفى؟ بتقول كل من قام بخلط أعشاب طبيعية على مواد كيميائية بحيثه تحت حيثه ده 10 خطوط يؤدي إلى إذهاب العقل وإضرار الجسد تبقى مخدرات. وده اللي كان فيه مشكله مجلس حضرتك كنت كان ليك فضل معانا الحقيقه بالامانه وكنا قدرنا نعدي بالقانون ده وطلع القانون بالشكل ده اللي هو قانون 134 ل 2019 اللي هو ملحق بالماده الاولى في قانون المخدرات اللي هو 182/66 ده القانون الاساسي بتاع المخدرات. وقلنا بقى ما هو ده بقى ده ناس اصل الناس مش فاهمه الموضوع ده ولازم الراي العام والشارع وتجار المخدرات يفهموا الكلام ده كله. قلنا كده قلنا الكلمتين دول قول له من كل من قام بخلط او بتصنيع المواد الكيماويه خد بالك سيادتك انا بقول المواد الكيماويه اي مواد كيماويه على الاعشاب الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه لوحدها مش مجرمه والمواد الكيماويه لوحدها مش مجرمه لكن خلطهم بحيث يؤدي في النهايه الى اذهاب العقل او تخدير العقل والاضرار بالجسد الماده دي موجوده في القانون 134 يعتبر مخدر. واشتغلنا على القانون ده وجابت نتائج فيه ايجابيه جدا واشتغلنا على هذا القانون. ودي كانت الخطوه بتاعت قانون اللي هو للسلوكس. بس ده حبيت اقول للراي العام المعلومه دي لانك طبعا هو دكتور نبيل عبد الصمد انا بشكره اتكلم فيه كويس جدا بس لما قال ان القانون ده مش مدرج لا القانون ده مدرج و 2019 وكنت حضرتك موجود معانا في المجلس. طيب خلينا ناخد فاصل ونكمل الحوار بعد ذلك بعد الفاصل. في اليوم الثاني من فعاليات معرض سيتي سكيب في نسخته العاشره استمر الإقبال الكبير من قبل رواد المعرض على جناح كليوباترا العقارية والذي يقدم عددا من المشروعات المتميزة والتي تناسب احتياجات السوق المصري وعلى رأسها مشروع سكوير 6 أكتوبر وبلس الشروق وزميرالدا بي سيدي حنيش الساحل الشمالي. كليوباترا موفرة السنة دي بوث قوي جدا في كل الماركتس بتاعت المشاريع بتاعتها زائد الأوفرز اللي موجودة عروض قوية جدا بالنسبة للماركت ديسكاونت 5% على كل البروجيكتس بيمنت بلان قوية جدا على مدة بتوصل 10 سنين فدي من الحاجات اللي بتشد الكلاينتس لينا لكليوباترا زائد طبعا قوة الديفيلوبر دي بتفرق كتير جدا طبعا كليوباترا مستر محمد أبو العينين فالاسم غني عن التعريف وده اللي مخلي الكلاينت بيجي لنا وبيدور علينا كمان يعني بيدخلوا المعرض يدور على كليوباترا تمام لأن هم عارفين مدى جودة المشاريع اللي بيعملها مستر محمد طبعا عندنا مشاريع قايمة بالفعل وساكنة زي مشاريع في مدينة نصر وأكتوبر والشروق تمام زائد البرودكت الجديد بتاعنا اللي موجود في الساحل الشمالي في سيدي حنيش اس بي وده طبعا نقله قويه جدا للشركه لان هو بيعد اكبر مشروع سكني فندقي في الساحل وفي اقوى مناطق السياحيه هناك في منطقه سيدي حنيش لان هي فعلا من اجمل 10 شواطئ في العالم ودي اكتر ميزه هناك موجوده. عروض متميزه تقدمها شركه كليوباترا لعملائها من خلال التعاون مع بنك سي اي بي لتقديم تسهيلات في السداد تصل حتى 20 سنه بالنسبة لمشروعات سكوير 6 أكتوبر وبلس الشروق أما بالنسبة لمشروع الساحل الشمالي فيتم تقديم خصم 5% بالتعاقد خلال فترة المعرض مركزين على ثلاث مشاريع اس بي الساحل الشمالي ومشروع كيلوباترا سكوير ده في أكتوبر وبلس في الشروق
تمام. احنا التركيز بتاعنا على المشاريع ان احنا بنحاول نخاطب الكلاينت اللي هو عاوز يستلم ويقسط على مدى طويل. احنا عاملين الكلام ده عندنا في المشاريع بتاعتنا في اكتوبر والشروق. بالنسبة لمشروع الساحل الشمالي، مشروع الساحل الشمالي مختلف شوية. ليه؟ لان احنا غيرنا فكرة ان احنا المشروع يبقى اللي هو مجرد 3-4 شهور انت جاي تصيف. لا، احنا عملناه مدينة سكنية تقدر تعيش فيها طول السنة، ودي كانت ضمن توجهات الدولة ان الساحل الشمالي يبقى مش مجرد مكان انت تيجي تصيف فيه لفترة 4 شهور، لا، ده مكان انت تعيش فيه طول السنة. الكلاينت اللي بيجينا او العميل اللي بيجينا بيبقى جاي عارف اسم مين كليوباترا، عارف حجم الاونر بتاع المهندس محمد ابو العينين وحجم الاستثمارات، فهو جاي عارف هو بيشتري اليونت اللي هيشتريها او المشروع اللي هو بيختاره هو بياخده من مين. كافة مشاريع كليوباترا العقارية تقدم كل الخدمات التي يحتاجها العميل، وعبر سنوات طويلة نجحت كليوباترا في بناء جسور الثقة مع العملاء عبر خدمات وامتيازات غير مسبوقة. في عالم الإدمان يقودك الكيف إلى دوامة من الوهم ربما لا تعود منها إلى الحياة مرة أخرى، ويكون الموت هو مصيرك في الحال. هكذا كان مصير 3 من الشباب بإحدى مناطق جنوب القاهرة، فارقوا الحياة بعد أن تعاطوا جرعة زائدة من مواد مخدرة مجهولة المكونات، ولقوا مصرعهم على الفور نتيجة سكتة قلبية مفاجئة جراء تناولهم جزءا من أنواع المخدرات التخليقية الجديدة. يتراوح عمر هؤلاء الشباب ما بين 22 إلى 33 عاما، وبحسب رواية شهود العيان لحقائق وأسرار فإن الضحايا كانوا يتعاطون كافة أنواع المخدرات بشكل عام، ومنذ فترة قريبة بدأوا في تعاطي الأنواع المخدرة الجديدة منها الشابو والشاد والبودر، إلى أن دهمهم الموت المفاجئ نتيجة خلطة مخدرة مجهولة تعاطوها في آخر أيامهم بعد انتشارها في المنطقة ولا يعرف أحدا ما هي مكوناتها. ورغم التحذيرات الشديدة من تناول تلك المخدرات التخليقية إلا أنه للأسف أصبح ترويبها أكثر من المخدرات القديمة نظرا لثمنها الزهيد وعدم إدراكها بجداول المخدرات. فكيف يواجه المجتمع ومؤسسات الدولة هذا الخطر الذي بات يداهم كل شبابنا؟ عودة مرة أخرى للحوار مع السيد اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا. وعايز أسألك يا فندم تحديدا بعد يناير 2011 تمام، وحالة الانفلات وحالة الفوضى كنا تمام. بنشوف حتى على مواقع الفيسبوك وبتاع ناس صحيح. بتعرض مخدرات. صحيح صحيح صحيح، كلام ده كلام مظبوط. واحنا فعلا وانا كنت موجود في الفترة دي، طبعا احنا فوجئنا بموقع احدى كبار تجار المواد المخدرة بمنطقة الجيار. ده مش سرنا، ده قضية احنا زبطناها يعني. وحاجة كنتش كان اخر حاجة ممكن اتخيلها يعني تاجر المخدرات بطبيعته بالنسبة للمجتمع بالنسبة لنا حذر جدا، وبيشوف اي مكان يشتغل منه يكون يساعده على الهروب وكده كله. لا، ده فوجئنا بحاجة اكتر من كده. الموقع ده احدى تجار المواد المخدرة في الجيار، وكانت مشهورة جدا يعني، عرض موقع بتبيع مخدرات. طب في طالب، والموضوع ده اتكرر كتير جدا وللاسف الشباب ما كانش بيعرف عواقب هذا الموضوع. ويمكن لو سعادتك عرضت بعد كده في الاخر قانون الاتصالات بتاع موقع التواصل الاجتماعي، القانون ده اتغير وتشدد الكلام ده كله. طالب طب من اسره طيبه جدا، طالب سنه طب في الطب، وراح عامل منزل على صفحته على الفيسبوك يلا بينا نحشش. وتتبعناه وجبناه واتخذنا معاه جلالات القرنية. برضو احد المواقع اللي تحضرني موقع كان عارض مواد تخليقية وكيفية تصنيع المواد المخدرة التخليقية. وتتبعنا هذا الموقع، وعندنا الإدارة العامة للاتصالات الحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي إدارة قوية جدا. صحيح. النهاردة الوزارة مغطية كل الكلام ده بصوابع الحقيقة، مش مجاملة يعني. وفضلنا متتبعين هذا الشخص، جبناه لقينه راجل مهندس شغال في شركة في بني سويف، في مصنع في بني سويف. وعارض مواد مخدره وتصنيع كيفيه المخدرات اللي هي حضرتك بتتكلم عليها، المخدرات المستحدثه. فعايز اقول حاجه، اللي حتى مواقع التواصل الاجتماعي استغلت استغلال سيء يعني. المفروض مواقع التواصل الاجتماعي تستغل استغلال ايجابي، استغلت بسلبيه في عمليات مكافحه المخدرات او عمليات ترويج لعمليات المخدرات. وبعدين خد بالك سيادتك برضو النهارده العمليه، النهارده التهريب النهارده بيتم عن طريق مواقع عن طريق
التواصل الاجتماعي وطريق النت وبيبعت له وهيجي لك ويبعت له خطابات ويبعت له على قارة البضائع ويبعت له الحاجات دي كلها بجميع الطرق والوسائل دي. خد بالك الاداره والوزاره متنبهين للمشكله دي من بدري وبتظبط قضايا والاعداد هي اللي بتقول هذا الموضوع يعني. فانا عايز اطمن الناس بالنسبه لي مشكله اللي انا كنت بتكلم فيها حضرتك بالنسبه للسروكس النهارده لما تيجي النهارده مشكله زي المصابه دي مش مشكله بقى الاداره والمكافحه. انت النهارده اسره شايفه النهارده اولادها عندك من الوسائل انك تستطيع تتعرف بدايه على بالذات لان في اسر الحين ما بتبقاش عارفه لا 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 سهلة مدمنة او مخدر. اولا الدكتور نبيل اتكلم قال لك المخدرات دي بتاثر على الجهاز العصبي المركزي دي حقيقه يعني. النهارده زي ما قال وده كلام مظبوط واحنا بنشوفه في الشارع الولد من شاب اول ما بيبدا بيبقى عصبي جدا ده حقيقه. النهارده دور على تشوف الفلوس اللي معاه ومصادر الفلوس اللي بياخدها ايه. النهارده ليل ونهار ونهار ليل ده في حق اكتر من كده بقى. المخدرات للاسف والشباب لازم يفهم الكلام ده كله بتعلم البني ادم الجبن بيبقى جبان. طبعا مخدرات جميع انواع المخدرات بيخليه عدم المواجهه ما قدرش ياخد قرار ما قدرش يواجه مشكله. طب انت ليه ايه اللي وصلك لهذا الموضوع؟ طب وانت النهارده لما بيجي تاجر مخدرات او من الاشرار بيجيب لك انا قلت لك اهو الاستروكس عباره عن ايه اهو بيجيب لك مبيد حشري على بودر الصراصير. طب دي معلش مش دفاعا على الوزاره ودفاعا على الدوله هتكافح انت ده ازاي؟ ما هو انت النهارده بتجيب المرمريه. طب اسال النهارده بتوع اللي هم بتوع اللي هم بيبيعوا الاعشاب دول اللي هم العطارين عطاره انا اعرف حد يقول لك ان فوجئنا ان عندهم الاعشاب دي اللي هي المرمريه والبردقوش البردقوش بالذات حاجه غير عاديه بيتسحب بكميات. هم كان ده بيتكلم مش دلوقتي من بدايه المشكله دي كان حتى انا تنبهت ان المشكله دي من بدري كان بيتسحب بكميات كبيره جدا. طب انت هتكافح البردقوش والمرمريه والكلام ده الموجود في البيوت؟ لا طبعا. فدي عامل برضو الاسره لها دور اللي هي مشكله اجتماعيه ماسه بالاسره فعلا. الجامع النهارده له دور يا مصطفى المسجد له دور الكنيسه المدرسه الجامعه كل دي لها دور مع الوزاره. الوزاره لها محور بتاع مكافحه العرض في بقى مكافحه خفض الطلب في اجهزه المعنيه بالدوله زي جهاز زي صندوق مكافحه علاج الادمان زي كل الاجهزه دي لها واجهزه الاعلام برضو معنيه بهذا المشكله. لكن انت الوزاره قايمه بدورها في عمليه مكافحه العرض بتظبط بكميات كبيره. اولا برضو بالنسبه لغسيل الاموال ودي كان عايز اسالك عن غسيل الاموال خصوصا من تجاره المخدرات. ما هي دي بصوا برضو مهمه جدا بتعتبر اسلوب من اسلوب المكافحه غير المباشره بمعنى يعني انا بكافح ما هو انا مش بخلي له في كل اتجاه انا بكافحه. لما بجرده في اداره اسمها اداره مكافحه تتبع الصادرات غير المباشره ودي موجوده في كل ادارات وزاره الداخليه وبالذات في الاداره العامه للمخدرات من بدري ومتنبهه المشكله دي فيها اداره جوه الاداره العامه للمخدرات اداره اسمها اداره متابعه الصادرات اللي هي الغير المشروعه. كل تاجر مخدرات بتتفحل مشكلته في الاموال والكلام ده كله بتتبعه الوزاره وبتعمل له قضايا غسل اموال. يعني انا لما اطلعت على التقرير اللي دار السنه اللي فاتت عامله حوالي 2 مليار و800 مليون جنيه. طبعا يعني النهارده ما هو الاموال دي كلها حرام متحصله من تجاره المواد المخدره. انا دي بنعتبرها نوع من المكافحه غير المباشره. لان انا لما بجر التاجر المخدرات من كل امواله وممتلكاته ما انا ما بخلوش يعرف يتعامل بقى يجيب شحنات من بره الكلام ده كله. وخد بال سيادتك الموضوع مش على اطلاقه يعني الموضوع برضو مكافحه غسل الاموال ده الضابط بيروح يتسال في التقرير بتاعه معلوماته تحرياته بتسال قدام وكيل النيابه بيجيب ما يثبت مستند رسمي انه دي ممتلكات. لان خد بالك برضو في لعيب تجار المخدرات معظم اموالهم ما بيكتبهاش باسمهم واحد يقول لك لا ده بيكتب في هنا التحريات بيقوم بدورها. وعشان كده انا بطالب المشرع بتدخل في قانون غسل الاموال بهذا الموضوع بالذات لان هو القانون ده مش برضه بتعني ملاحقه الاطراف الاطراف بالظبط. هو في يمكن هم عرضوا المشكله دي في كذا مؤتمر وعرضناها برضه احنا في الاداره اللي هي في قانون غسل الاموال بتاعنا اللي هو في الاتصالات غير المشروعه بيغل يدهم في حاجات كتيره في يمكن ما فيش المجال دلوقتي اللي سردها. لكن هم طلبوا الحقيقه بتدخل المشرع بيبقى في القانون ده بالذات اللي هو قانون المكافاه لانه كل او معظم تجار المواد المخدره بصوا ما بتكتبش الحاجات باسمها. ما هو فيش تاجر هيكتب النهارده المنتجات كلها باسمه. ده هو ممكن يروح لزيد وعبيد وكذا ناس ويبقى عنده ممتلكات زي اراضي زي عقارات زي سيارات زي عمارات كل الكلام ده كله. لكن الحال ده المجال ده قايمين بدور قوي جدا فيه. بقول لحضرتك السنه اللي فاتت الاحصائيه بتاعت الاداره عامله 2 مليار و800 مليون حوالي 3 مليار تقريبا وشغالين برضه في هذا المجال. طب خطوره الشابو يا سياده المساء؟ والله هو الشابو ده يا مصاب ايه؟ ده مخدر قديم. قديم جدا يا فندم. ده مخدر قديم جدا واتنسى ومحدش خلاص عرفه. هو كلمه الشابو
زي كلمة كريستال، زي كلمة الأيس. هو ليه الأسماء دي مطلقة؟ لأن هو شبه الأيس، التلج المكسر المجروش. وكلمة كريستال عشان هي الكريستالة بتدي الضوء ده، هو المخدر شبهه كده أو بياخد نفس اللون يعني. كلمة الأيس وكلمة شاب هما طلعوا طبعا يعني إيه بالتحية يعني أو حاجة زي كده يعني، كان براه يعني. هو الشاب ومخدر قديم. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي أنا قلته في أول كلام، إنه جميع الدول التي حسب بقى انهيار أمن كلها في المنطقة حصل فيها غزارة في إنتاج المخدرات. فأهلنا وناسنا في الوجه القبلي وخاصة محافظة سوهاج. سوهاج وقنا الحقيقة. الحقيقة ليه بقى؟ دول في الكويت. أنا بقول أسماء أهو في دول كمان. الكويت والخليج ملاصقين لدول إيران، ودي من الدول برضو اللي هي فيها غزارة في إنتاج المخدرات كلها. بالنسبة لإيران وعراق. الاهلنا الطيبين كانوا بيروحوا الكويت، فكان بيتعرض عليهم ده نوع من الاملاح، الناس تقول لهم املاح ومش مخدرات ومفيش مشكله، وجربوه جربوه. فقالوا زي ما الدكتور نبيل بيتكلم بيعمل باور وقتي او زمني، لكن بعد كده مدمر. فبدا اهلنا يجيبوا معاهم هذا المخدر اللي هو اسمه الشابو، لكن هو كمخدر مدرج على الجدول من قديم من زمان، والشابو ده معروف واتنسى خلاص وكانش موجود خلاص. بعد 2011 كل المخدرات دي بقت تطفو على السطح، كل المشاكل جت بعد سد النهضه بعد 2011 الانفلات الامني الفوضى. ما هي اصل المخدرات المصريه ربنا يعيدها يعني. ما هي اصلها يعتبر المخدرات تعتبر جريمه منظمه. يعني ايه جريمه منظمه سيادتك؟ ما هي داخله ضمن الجرائم المنظمه، يعني جريمه عابره للدول، عابره للقارات. ما انا قلت سيادتك احنا ما بنتجهاش، بتجي لنا من دوله مرورا بكذا دوله، فبيدخل اكتر من عنصر من هذه الدول في تهريب هذه المخدرات الجريمه، فبأصبحت هنا جريمه منظمه. يعني لو بتتهرب من دوله زي ايران او الدول دي وتيجي على الكويت واهلنا الطيبين بتوع سوهاج يجوها معاهم ينزلوها على مصر، تعتبر من الجرائم المنظمه. يعني هي جريمه مرتبطه بالسلاح، مرتبطه بالهجره الشرعيه، مرتبطه بالارهاب، فتعتبر من الجرائم المنظمه. جريمه منظمه يعني جريمه داخل فيها اكتر من دوله واكتر من عنصر من هذه الدول. فبدأت الشابو ينزل عندنا في الصعيد بكميات، وهو مدرج على الجداول وبيتظبط برضه، بيتعمل له قضيه. خطورته هو قوي جدا وخطير، هو امفيتامين قوي جدا. هي يعني الخطوره مش في هو طبعا خطر جدا، الخطوره الاكثر ابو صهبي ان بدا الشباب يصنعوا ويقلدوا التصنيع المخدر ده اللي بيسموه في بير السلم. فبيجيبوا، انا مش عايز اقول طبعا الانواع اللي بيجيبوها عشان ما تبقاش نوع من الدعايه او بنعرف الناس، للاسف لو يعرفوا بيجيبوا املاح ومواد قاتله زي ما قلت انا في الاستروكس للاسف، موديل حشري وبدر الصراصير وي 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 وكده كله، بدا يقلدوا برضو هذا المخدر. لما النهارده انت بتكافح وبتظبطه، ففي صعوبه في التهريب، فيعمل ايه؟ فبيلجا للاساليب لتصنيعه في بير السلم محليا للاسف. وده مخدر خطير جدا، مخدر قاتل في النهايه، لكن هي المشكله فيه في تصنيعه، ويخش الشباب على النت يشوف مكوناته والاملاح اللي بتدخل فيه ويبدا يصنعه. طبعا بيتصنع بطريقه رديئه جدا، هو يعني مش الاول، هو من الاول مش يعني قوي، ما هو الاثنين مدمرين. لكن هو اللي بيصنع بطريقه رديئه جدا، ده قاتل وبيجيب، ما بيكملش يمكن الشاب ما بيقعدش اسبوع، ممكن ينتهي فيه. لكن هي مشكله في تصنيعه. لكن هي الناس قايمه بواجبها في الحبيب، ومدرج على الجدول، مدرج يا فندم من زمان. ده شابو ده مخدر قديم يعني من زمان، وهم اطلقوا عليه الاسم ده، وبيقولوا عليه كريستال، وبيقولوا عليه الايس. طب الترامادول سياده مساعد؟ لا، الترامادول ده بيجي لنا موجود في صيدليات بعض الصيدليات. هو انا هقول لسيادتك حاجه، احنا لازم نفرق بين حاجتين، بين الترامادول المحلي واللي بتصرف من الشركه المصريه للادويه عن طريق الشركه المصريه للادويه، وده الترامادول المصري اللي كل دكتور صيدلي المفروض ما عنده كوتا للمخدر اسمه دولاب المخدرات. ده بتصرف الكوتا بتاعته كل شهر. دي ما فيش مشكله فيها، لان دي لها ضوابط حاكمه، وبتتصرف بروشته، ولازم دكتور معتمد، والروشته لازم 7 ايام الاكسبير بتاعها، ما صرفهاش خلال 7 ايام، لها اجراءات معينه حاكمه وصارمه في هذا الموضوع. ده الترامادول المصري اللي بياخدوه العلاج، لانه الترامادول اصله يا مصطفى بيه برضه في البدايه هو كان علاج طبي للعمليات الجراحيه الكبيره. او للكانسر. مسكن قوي الترامادول في البدايه لازم. حصل له، وهرجعك تاني ل 2011، حصل له حاجه اسمها اساءه استخدام. اللي هو الترامادول المصري ده، وكان بيتباع عادي بدون اي حاجه، لغايه ما ادرجناه في 2012. قلنا لا، الترامادول بقى، لان بدات الشباب بقى في المظاهرات، العيال اللي هم بتوع اللطوف والكلام ده، سيادتك يمكن حضرتك تعرف، كان بياخدوا الترامادول ده، وبياخدوه، كان بيجي لهم من ليبيا فتره. طبعا، فبدا ياخدوه بطرق
من الصادرات، لا انا بتكلم في الدائره المصري. قلنا خلاص ادرج على اللجنه اللي انا قلت ساعتك على اللجنه الثلاثيه اللي معنيه بالادراج على الجدول المخدرات بتجتمع، وادرجنا ترامادول ده في 2012 دائره ترامادول المصري. فوجئنا بمأساة برضو، ما معد الدول مش سايبانا في حالنا بتهريب الترامادول اللي هو بيجي لنا من بره، اللي هو زي الترامال والتمول كل دي شركات مختلفه في النهايه الماده الفعاله فيها الترامادول. دي بتجي لنا مش ليبيا بقى، ما انا قلت ساعتك ليبيا دي محطه كانت هو هي اصلا بتهرب من الهند. وقلنا الكلام ده وكنا في مؤتمرات بره وقلنا ان مصر كانت من دول الاوائل اللي ادرجت ترامادول، وان وكنا بنتكلم في الموضوع ده لان هم كنا طالبين من الهند ومن الدول دي ان لما هي بتصنع عندها، في دول كتير خد بالك ساعتك مش مدرج عندها. يعني ليبيا دي ما عندهاش الترامادول المدرج خالص عادي مصرح بيه، ودول كتيره جدا زي الهند. بس كنا طالبين من الهند انه اول ما تبعت شحنات من عندها تبلغ الدول اللي هي مدرجه للترامادول عندها تقول والله الشحنات دي راح الحته الفلانيه. لان احنا كنا ساعات الشحنات بتيجي مهربه وتعدي من قناه السويس وتنزل على حدودنا مع ليبيا وتتخزن ويتحيلوا الفرصه لتهريبها عبر حدود المنطقه الغربيه. ما هو ده السبب ان سيادتك بتقول تيجي من ليبيا. دي حقيقه. ما انا قلت سيادتك الفتره دي ليبيا كانش في دوله على حدودنا الغربيه، فكان الترامادول بيتهرب. كنا ساعات بتجي لنا معلوماتنا القويه جدا بنوقف المراكب، حصلت كتير جدا في قناه السويس، وننزل الشحنه الترامادول اللي موجوده في الكونتينر ونظبطها ونوافق للمركب تكمل سيرها في قناه السويس عشان في نفس الوقت تعمل عمليه زي بالانس توازي بين القناه ما نعملش فيها مشاكل ونظبط كده. احنا فاهمين ايه؟ فاهمين ان الترامادول ده هينزل وهيروح على ليبيا، حدود ليبيا زي ما سيادتك عارف على البحر الابيض المتوسط حدود ما فيش مقاومه وما فيش جيش وما فيش فبتنزل في ليبيا بتتخزن وتحين الفرصه على تهريبها المنطقه الغربيه. لما حصل الفتره الاخيره والجيش والقاعده العسكريه اللي اتعملت جديد وبقت ما شاء الله حدودنا الغربيه بقت مشدوده 10 10 بداوا يتحيلوا فرص يحاولوا يهربوها عبر المنافذ الشرعيه للبلاد زي الموانئ. كنا ظابطين الفتره اللي فاتت كميات كبيره جدا بس بحيل وبرضه باساليب فساد وبتنظبط برضه في معظم المواني في هذه المواني. المشكله برضه ده كل الترامادول اللي هو بيجي لنا من بره. المشكله برضه بيبدا نرجع تاني لما بيتمنع هذا المخدر ده الشباب يصنعوه برضه بين السلم ترامادول، وده الاخطر في هذا الموضوع. نعم. فهي مشكله وعلق لكن هي مشكله الترامادول. بطمن سيادتك وبطمن الناس ان هي المشكله دي الحمد لله مسيطر عليها تقريبا يمكن بعد المنطقه الغربيه، ما قواتنا المسلحه بالتنسيق مع اجهزه المكافحه في الوزاره عندنا في وزاره الداخليه. الحقيقه مشكله الترامادول الى حد ما، وعلى فكره سعر العرض وطلب النهارده لشوفه الترامادول لو سيادتك شفت الحبايه النهارده وصلت كام؟ انا مش عايز اقول لسيادتك وصلت على 1000 جنيه. والله كانت ب 50 جنيه وب 3 جنيه وب 40 جنيه مفيش الكلام ده خالص. ده نتيجه عمليه المكافحه الحقيقه. وان القوات المسلحه على حدودنا مع التنسيق مع اجهزه المكافحه عندنا حقيقه مشدده على المنافذ والمنافذ، لكن الترامادول الحمد لله بالنسبه لكنا مسيطر عليها. في نهايه هذا اللقاء الممتع الحقيقه لا يسعنا الا ان نشكر سياده اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخليه ومدير الاداره العامه لمكافحه المخدرات سابقا على هذه المعلومات المهمة. شكرا لك. شكرا لكم، ونلتقي الخميس المقبل بإذن الله، وحنحتفل معكم طبعا بذكرى رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر يوم الخميس القادم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.